قول تعلمون حفظكم الله أن هذه البلاد على عقيدة التوحيد، لكن كثر هذه الأيام دعاة البدع وصاروا يزهدون في التوحيد والولاء والبراء، يقول ونخشى أن يعيدوا لنا بعض مظاهر الشرك، ما توجيهكم حفظكم الله في مثل هذا؟ نوجهكم إذا كان عندكم علم ومعرفة أن تبينوا أخطاءهم، تردوا عليهم، تجادلوهم حتى يكفوا شرهم عن المسلمين. نعم.